مساكم فل لي وليلة جايين ندل حالنا وين؟ عند توت ليلي الموقع حقهم الجزيرة شارع القدس مقابل الدهان هناك بنك ساب هذه الإشارة حقت مزايا الغداء عندهم عرض مال الجمعة البيضاء نشوفه سوا. توت ليلي طبعا هو مكان متخصص بالبوضة ستيك آيس كريم وعندهم بانكيك ياباني وعندهم كوتون بولز وهم الوحيدين بالمنطقة متخصصين بهذه المنتجات. يلا خلينا نبدأ بالبوضة وهو أشهر المنتجات اللي موجودة عندهم بصراحة ما شاء الله تبارك الله متميزين فيه كثير. طبعا يجي عندهم مقاسين المقاس العادي والمقاس الصغير الميني. عندهم بالفواكه عندهم بالشوكولاتة عندهم بعض البوضة مناسب إلى النباتيين يكون بدون حليب زي ما أنتم شايفين عندهم بوضة السعادة وعندهم توت بالكريمة الفرنسية وموكا مينجو أوشن عندهم شغلات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. خلينا نجرب توت الأحمر أعطيني توت أحمر. طبعا اسعارهم مره مناسبه يعني بعض البوضات هذه تبدا عندهم من 10 ريال هذا الحجم الكبير والحجم الصغير الانواع هذه اللي موجوده تبدا من 6 ريال. اخترنا البوضه نختار الحين عليه الفواكه حط لي ستروبري اوكي وحط لي مانجو شايفين كيف؟ سلام نحط عليها البوضه الحين يا دلع ونعطيها تغميسه الشوكولاته بالحليب اوكي اغطس يا حبيبي اغطس شوفوا كيف الدلع يا جماعة يا سلام نحط عليها ستروبري شوفوا كيف يا سلام ايش الحركات ونحط عليها المانجو هذا أقوى منتج موجود عندهم هذا البانكيك الياباني مع الشوكولاتة البلجيكية شو الدلع هذا يا جماعة نعطيهم الوايت شوكليت يلا طبعا هذا خطير هذا الأكثر مبيعا عندي طبعا بالإمكان بعد أنك تحط إضافات عليه بصراحة توت ليلي المكان هذا إبداع وهذه الأنواع طبعا حق البانكيك الياباني عندهم بالسينابون وعندهم بيستاشو ميكس مع الشوكولاتة البلجيكية هذا البيستاشيو لحاله وهذا الكلاسيك وهذا مع الشوكولاته البلجيكيه طبعا وهذا بالنوتيلا طبعا الاسعار راح تتفاجئوا يبدا من 12 ريال فقط اسعارهم مره حلوه مع هالحلا يبغى له قهوه وعندهم قهوه عربيه وبديعه كوتون بولز طبعا هو نفس البانكيك الياباني ولكن يجي ميني كذا بالشكل هذا عباره عن كور عندهم بالشوكولاته البلجيكيه وهذا سلمكم الله بالكنافه يا قلبي هذا شكله خطير هذا بجربه الحين البيستاشيو وعندهم بالنوتيلا طبعا الاسعار حقهم تبدا من 17 ريال ونجي الان حق عرض الجمعه البيضاء العرض راح يكون مره قوي تشتري منتجين وتحصل على الثالث مجانا من اي منتج من المنتجات اللي موجوده عندهم راح يبدا العرض من بكره الثلاثاء ولمده 5 ايام طبعا هذا العرض راح يكون ساري للزبائن اللي يجون المحل او عن طريق التوصيل طبعا عندهم التوصيل عن طريق تطبيق شوكا بعد السنابه هذه راح احط لكم الانستغرام حقهم اعملوا له اضافه وشوفوا الاشياء الجديده والمنتجات اللي قاعدين ينزلوها وعروضهم مره قويه